Hi everyone, welcome to the second lesson concerning morphology, which is going to be about the difference between root, stem, and base. You can take a look at the community section for the outline. Now let's start with the definition of word structure. It is the way word units are organized and arranged together to convey a certain meaning. Basically, the structure of words consists of roots and affixes. Word structure هي البنية ديال الكلمة واللي كنحصلوا عليها بدمج الroots والaffixes. في هذا الفيديو غنشوفوا الroots وفي الفيديو الجاي إن شاء الله غنخصصوا الaffixes. So, what is a root? It is the part of a word that is left after all affixes have been removed. root او جذر الكلمه هو اللي كيبقى لينا الى حيدنا كاع الافيكسز اللي في الكلمه. مثلا كلمه reminding الى حيدنا البريفكس ري والسوفكس اي ان جي غتبقى mind واللي هي root. نقدروا نقسموا roots لبعض الانواع، مثلا syllabic roots واللي كيتكونوا من vowels بحال by small pen الى غير ذلك، و consonantal roots هادو كنلقاوهم في العربية بحال كتابة رسامة دخلة. كتلقى ثلاثة د consonants وربما أكثر بدون vowel بيناتهم. التقسيمة الثانية فيها dependent or bound roots وهما roots اللي ما نقدروش نلقاوهم بوحدهم بلا ما يرتبطوا بشي affix، وهادو غالبا جذور إغريقية ولاتينية بحال liberty. هنا تي هي سافيكس بحال اللي كنلقاو في كلمه كرياتيفيتي مثلا، والروت هنا هو ليبر، وهذا الروت ما يقدرش يبقى ككلمه هكا بوحدو. نفس الشيء بالنسبه لكلمه انترابت، سيميلر، ريسيف الى اخره. كاين كذلك اندبندنت اور فري روتس وهما العكس ديال اللي قبل، كيقدروا يكونوا كلمه قائمه بذاتها بلا من الافيكسز. replaced هنا الى حيدنا ed غيبقى the verb replace، و careful الى حيدنا for غيبقى the noun care. واحد الملاحظه، prepositions بحال of، at، on، in وغيرهم ما كنعتبروهمش root حيت ما نقدروش نزيدوهم affixes. دابا ندوزو للstem. it is the part of a word that is left when all inflectional endings are removed. stem هو اللي كيبقى لينا الى حيدنا inflectional morphemes ديال الكلمه، يعني الى ما كانش عندنا inflectional morpheme في الكلمه ما غيكونش عندنا stem. و inflectional morphemes هما هادو الاسات بثلاثه ديال third person و plurality و position، ed و en ديال past، ER و EST ديال المقارنة والتفضيل، و ING ديال Present Participle. دابا ندوزو نشوفو شنا هو البيز. It is any form to which affixes of any kind can be added. البيز هو أي form نقدرو نزيدوه affix كما كان. ملي غندوزو للأمثلة غنفهمو كتر. اللي خصنا نعرفو هو أن أي root هو base، حيت الروت كنقدروا نزيدوا ليه افيكسز. وثاني اي ستيم هو بيز، حيت ستيم كنزيدوا ليه انفلكشنال مورفيمز. دابا نطبقوا هذا الشيء على هذه الكلمه انتاتشابلز. اول حاجه نديروها هي نحددوا الافيكسز اللي في الكلمه كاملين. هنا عندنا ان وايبل واس، كما قلنا الى حيدنا الافيكسز كاملين كيبقى لنا الروت. اذا تاتش هي الروت وهي كذلك البيز، لان كل روت هو بيز. دابا نشوفوا واش عندنا شي انفلكشنال مورفيم في الكلمه. هنا كاينه اس ديال الجمع نحيدوها، الباقي كيتسمى ستيم انتاتشابل. وبما ان كل ستيم هو بيز فانتاتشابل كذلك بيز. دابا شنو هما الفورمز اللي بقاو لينا واللي يمكن نضيفوا ليهم شي افيكس ويتسموا بيز؟ بقات عندنا untouch و touchable و touchables. نشوفو مثال اخر في حالة ما كانش عندنا inflectional morphemes،
بحال هنا unbreakable. break هو root و base و unbreak و breakable هما البيز ديال unbreakable. هنا plays play هو root و base و stem في نفس الوقت. This is it for today. Thanks for watching.